السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، وحياكم الله في هذه التغطية الخاصة والمستمرة من قناة الأيام الفضائية لمواكبة الانتصارات المتحققة من المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني على الكيان الصهيوني. 24 يوم على طوفان الأقصى والمقاومة تقاتل هذا العدو بكل قوة وتدخل في مساحات الكيان الصهيوني وتقصف أغلب المستوطنات، ما دفع المستوطنين الصهاينة إلى الهجرة العكسية، الملايين توجهوا إلى بلدانهم الأصلية. نسمع في وقت سابق تعداد الكيان الصهيوني سكانيا يوصل إلى 9 مليون، اليوم الإحصاءات توصل إلى 7 أو 7.5 خلال هذه الفترات القصيرة. بالتالي المقاومة الفلسطينية وأثر المقاومة الفلسطينية وأثر طوفان الأقصى واضح اليوم في داخل الكيان، شعبيا وسياسيا وعسكريا وحتى اقتصاديا. على الرغم من كل الهجمات والاعتداءات والمجازر المرتكبة من قبل الكيان الصهيوني بحق المدنيين الفلسطينيين العزل اللي ساكنين في مبانيهم، اللي هم أساسا مو بخط الصد مع المقاومة الفلسطينية، لكن الكيان كالعادة مستمر بوحشيته واعتداءاته وقطع كل سبل وأساسيات الحياة عن المواطنين الفلسطينيين، من مي، من كهرباء، من أكل وشرب وكل الاحتياجات الأساسية، حتى الانترنت. بعض الزملاء المراسلين المتواجدين في غزة من الصعوبة أن نتواصل وياهم بسبب قطع الانترنت المستمر عن غزة، ممكن يجي بأوقات محددة وجزء يكون، فبالتالي من الصعب التواصل وياهم بشكل مستمر. كل هذه المواضيع وأبعادها راح نناقشها بالتأكيد من خلال هذه التغطية مع ضيوفنا الأكارم، الأستاذ أثير الشرع القيادي في حركة بداية، وينضم لنا أيضا عبر سكايب الأستاذ مهند الحاج علي الكاتب والباحث في الشأن السياسي من سوريا. حياكم الله ضيوفنا الأكارم، ونبتدي وياك أستاذ أثير. يعني شلون تتابع كل هذه الجرائم المرتكبة من قبل الكيان الصهيوني؟ الإحصاءات بالنسبة للشهداء بتزايد مستمر، أكثر من 8500 شهيد نسمع آخر الأرقام، غير آلاف الجرحى، الجرحى بدون مراكز صحية لهم أو حتى المستشفيات، باعتبار الكيان الصهيوني مستمر بقصف المراكز الصحية واستهداف حتى الكوادر العاملين بمختلف التخصصات. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لحضرتك أستاذ عباس، إلى مشاهديكم تابعيكم الكرام وإلى ضيوفك الأعزاء. اليوم بالتأكيد يعني رغم أنه هناك خلال الفترات السابقة هناك استفزازات، يعني أسموها بالاستفزازات من كلا الجانبين نقول بصراحة، لكن الاستفزازات التي حصلت في جنين وقرب أو داخل قبة الصخرة وأيضا في بعض الأماكن الأخرى جعلت من صمت المقاومة أن لا يهدأ، وبالتأكيد 7 أكتوبر كانت يعني صدمة بالنسبة للكيان الصهيوني، ولولا تدخل الولايات المتحدة الأمريكية وهي الحامي لهذا الكيان بالطبع لم نرى يعني أنه هذه الملحمة سوف لن تطول 24 يوم بالتأكيد، وسوف تحسم لصالح المقاومة. لذلك اليوم يعني لنحسبها مثلا حساب انه تواجد القوات الامريكيه خلال الفترات السابقه على المثلث السوري الاردني العراقي، هذا جاء لحمايه مشروع، بالتاكيد وجود 50 سفينه من داعش دوله في البحر الاحمر والبحر المتوسط، هذه لم تاتي يعني افق من فراغ، وعندما نتحدث ايضا عن وجود اليوم حاملتي طائرات في المنطقة، إذا هناك مشروع، وهذا المشروع يعني نحن نعلم بأنه يعني أسموه الشرق الأوسط الجديد. راح أناقش أستاذ أثير الدور الأمريكي والدور الغربي بدعم الكيان وحتى تحركاته خلال طوفان الأقصى، لكن بالبداية أتساءل عن الجانب الإنساني. اليوم أهالي غزة يتعرضون لإبادة بسبب الجوع والعطش وغيرها من أساسيات الحياة، هذا الموضوع وهذه التصرفات من قبل الكيان جزء من المخطط اللي أشرت لحضرتك؟ نعم بالتأكيد، وأنا ردت أسلسل لك الوضع هناك. شوف اليوم يعني احتلال شمال غزة هو هذا المطلوب بالتأكيد، وما يسمى بمشروع الشرق الأوسط الجديد، يعني جعل يعني سكان شمال غزة أن يذهبوا جنوبا، حيث ربما هناك من يذهب إلى صحراء سيناء، وهناك من يأتي إلى صحراء الأنبار وأيضا صحراء النقب قرب الحدود الأردنية. هذا هو المشروع يا عزيزي، ما يسمى بحل الدولتين. وطبعا الجانب الإنساني مثل ما تفضلتوا، هم طبعا الكيان الصهيوني يريد قتل أكبر عدد ممكن من النساء والأطفال لغاية في أنفسهم بالتأكيد، يعني هذا لم يأتي من فراغ، إنما جولدا مائير يعني رئيسة الوزراء الإسرائيلية في سبعينات القرن الماضي عندما يعني تنبأت وقالت
أو تنبؤ التوراة يعني حسب ما موجود بالتوراة بأنه دولة إسلامية دولة عربية سوف تقصي أو سوف تنهي الكيان الصهيوني. هم متخوفين بصراحة من الانتقام، لذلك أنت تشوف يعني من 8000 شهيد إذا أحصينا عدد الأطفال فهم يعني أكثر من الشباب وأكثر من الرجال. بالفعل الأرقام تقول أنه أكثر من 3000 شهيد ضمنهم أطفال، وحتى مستشفيات عدد الأطفال نعم. تعرضت للقصف. أنتقل لي الأستاذ مهند، بالتالي هذه الإبادة الجماعية مثل ما قلنا في بداية هذه تغطيتنا راح تستمر، يعني شو بدك تشوف هذه الأحداث؟ الكيان الصهيوني ما متوقف عن عملياته رغم ضربات المقاومة إلى في داخل المستوطنات، لكن الكيان مستمر بارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين. طبعا في البداية تحية لك كل فريق عملكم والأستاذ المشاهدين والضيفك الكريم، وأنا أتفق معه تماما. تحدثه في قطاع غزة هو عملية إبادة جماعية وليست حرب، يعني الحرب تكون دائما بين طرفين متناظرين بين جيشين، ولكن اليوم عندما نقول فصائل مقاومة وما يسمى بعصابات تسمي نفسها جيش إسرائيلي، إذن هذه حالة عدوان موصوفة. اليوم أنا أريد أن أتحدث في جانب من القانون الدولي، لأن الغرب صبع رؤوسنا بما يعني يتحدث دائما ويتشبث عن حقوق إنسان وما إلى هنالك من أمور. اليوم سيدي الكريم حتى باتفاقية جنيف عام 1973 البند الأول منها حرم القصف السجادي، ما يسمى قصف كل البلدان أو كل المدن كل المنشآت المدنية، واعتبر جريمة حرب، وهو عبارة عن أن تقوم حاملات الطائرات أو الطائرات عفوا القاذفة بإلقاء القنابل بشكل عشوائي. ما يقوم به الكيان الصهيوني هو استخدام صواريخ جو أرض واستخدام قنابل ذكية لاستهداف المباني السكنية الكنائس. وعلى على مر تاريخ أستاذ مهند الكيان الصهيوني يعني ما ملتزم بهذه الاتفاقيات، ما ملتزم بهذه البنود، ولن يلتزم تماما بالتأكيد يلتزم بأي شيء هذا الكيان. إذا حتى من فمهم ندينهم عندما يتشدقون بحقوق الإنسان ويوصف هذا الكيان الصهيوني نفسه على أنه دولة ديمقراطية في الشرق الأوسط، هذا أكبر دليل على أنه أكبر مخالف لقرارات الأمم المتحدة وقوانين الحرب التي وضعتها هذه الدول. هذا من جانب. الجانب الآخر، اليوم العدو تعرض لهزيمة مركبة سيدي الكريم، هزيمة نكراء لم يتعرض لها سوى في 26 عام 73. اليوم نرى اللاجئين هم إسرائيليون وليسوا فلسطينيون، يعني من الجانب الإسرائيلي نراه من المستوطنين. تعودنا دائما أن يكون اللاجئين هم من العرب، تعودنا دائما أن تكون الضحايا أن يكونوا الضحايا من العرب في كل الحروب السابقة. اليوم ترى 500,000 مستوطن في الخيام، غلاف مستوطنات غلاف قطاع غزة هي ملتهبة، في الجبهة الشمالية كما يسمونها باتجاه لبنان هي ملتهبة، وقد قام العدو بإفراغ المستوطنات مسافة 4 إلى 5 كيلومتر. إذا اليوم معادلة الاشتباك اختلفت، والعدو غير قادر على تحقيق أي إنجاز ميداني على الأرض. بالتالي طوفان الأقصى حققت الهدف أستاذ مهند. منذ الست ساعات الأولى حققنا الهدف وحققنا الانتصار، وكل يوم يمر على نتنياهو هذا يعني نهاية. خليني أنتقل للأستاذ أثير. لا يلتزمون بالمواثيق والاتفاقات الدولية ولا حتى مجلس الأمن ومنظمات الأمم المتحدة وغيرها، وبالمقابل نتنياهو وغيرها من قيادات الكيان الصهيوني يدعون أن هم هذه الحرب والرد وكل الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني هي كرد على اعتداءات من قبل المقاومة الفلسطينية على سكانهم. هذا الموضوع اليوم يعني يمشي، خلينا نقول يبقى بهالطريقة هذه؟ أكو من يعني يقتنع بهذه الأقاويل وهذه الادعاءات؟ نعم أستاذ عباس، نتحدث عن المواثيق الدولية والعهود وأيضا المنظمات الإنسانية التي تطالب الكيان الصهيوني بالالتزام بهذه المواثيق والعهود، لكن كالعادة لا يمكن الالتزام، ويتحجج الكيان الصهيوني بأن هناك يعني فصائل يعني ربما تستهدف المدنيين والآمنين داخل تل أبيب. لذلك عندما أقول لك فرضا 10% هم طبعا حماس، فصائل حماس تمثل 10% من سكان غزة، طيب 90% شنو يعني شنو مصيرهم؟ هذه حرب إبادة. وصدقني يا أخي العزيز يا أستاذ عباس،
لولا دعم الولايات المتحدة الأمريكية بالسلاح وأيضا بالعدة والعدد، نقول بالعدة والعدد، لما يعني صمد الكيان الصهيوني إلى هذه اللحظة، خصوصا عندما شكلت حكومة يعني حكومة طوارئ بين المعارضة وبين أيضا حكومة نتنياهو. هذا يدل على أنه هذا الكيان أصبح يعني متضعوع، أصبح مهزوز من الداخل ومتأكل من الداخل، لكن هذا الدعم الخارجي وأيضا خلينا نقول بالعامية التغليسات. هو شنو غاية بالأساس هذا في اليوم لما يستهدف المدني ما يواجه المقاومة الفلسطينية؟ ما شفنا فد مواجهات مباشرة، قصف جوي لمواطنين مبانيهم، شنو الغاية من هذا الموضوع؟ نعم نعم، ما أنا قلت لك في بداية الأمر إنه الغاية إنه تصفير شمال غزة وجعل هذا المكان هو مكان يعني ربما آمن، يعني منطقة آمنة أيضا لصالح المستوطنين الذين ربما سيأتون المستوطنين الإسرائيليين إلى هذا المكان. إذن عملية ترحيل قسري وليس عملية حرب كما تفضل الأخ العزيز الضيف من لبنان، هي هذه الخطة يا عزيزي، أنه أنا أخلي سكان غزة الأصليين قول الشمال ينزحون إلى الجنوب، وتشوفت السيسي رفض طبعا، يعلمون كل يعلمون جيدا هذا المشروع أن أي فلسطيني يأتي إلى سيناء، وكذلك حتى أن هناك مشروع في غرب العراق. إذن هي عملية إبادة جماعية، عملية مخطط لها سلفا، والذريعة التي تأتي بأنه المقاومة تقصف المقاومة، يا أخي لعد أنت يعني مثل ما محتلين ماذا يتوقعون من المقاومة؟ ألا توجد مقاومة في الشعوب؟ هذه أرض مغتصبة، هذه أرض محتلة. إذن يعني العملية ليست عملية حرب مان تو مان، لكن إذا كانت مان تو مان صدقني الغلبة ستكون لصالح الفلسطينيين بصورة عامة. هذا الكيان وهذا القصف بالنسبة لي الكيان بإثارة الرأي المضاد باتجاه المقاومة من قبل الفلسطينيين. شوفوا يعني اليوم ما يحصل في غزة ونكرر هي حرب إبادة، يعني ما يحصل بالتأكيد يعني ربما يندى له جبين الإنسانية. تلاحظ اليوم معظم دول العالم تندد وتستنكر، وهناك الكثير من المنظمات والشعوب يعني لا يكفي التنديد والاستنكار، إنما كموقف واحد لا يوجد. ما يؤسفنا أنه حتى الدول العربية عندما عقدت ما يسمى مؤتمر السلام لن تتخذ موقف، لأن اليوم الولايات المتحدة الأمريكية بصراحة وضعت يعني أعمدة داخل الدول العربية، هم طبعا الرؤساء، أعمدة لمن؟ ليس أعمدة لصالح القضية الفلسطينية، إنما أعمدة لبقاء الكيان الصهيوني. لذلك أنا أقول لك أنه حاليا يعني الجيش الأمريكي أو القوات الأمريكية بالعدد الموجودين في المنطقة هذه لحماية المشروع القادم، وبصراحة لن نقول أنه هذا المشروع سوف يهدأ، لأن اليوم الغاية الحقيقية من هذه الاستفزازات وأيضا هذا التواجد الأمريكي ربما هم يعني سحبوا فصائل المقاومة وسيسحبون المزيد من أجل تنفيذ مآلاتهم. ربما القادم طبعا يعني إذا يفتحون أكثر من جبهة هم يتخوفون من جبهة شمال إسرائيل بالتأكيد، لأن يعلمون القوة الحقيقية لحزب الله على الأرض، لكن لحد هذه اللحظة الكل ربما يميل إلى السلام ولا يميل إلى الحرب. تعلمون المشروع حتى العربي، حتى البيانات الأمريكية تصدر على الجانب الأمريكي بيانات حذرة وتأكد أكثر من مرة أنه أمريكا ما راح تتدخل بشكل مباشر على أرض الواقع بإرسال جيشها. أستاذ مهند، خليني عد معبر رفح باعتباره هو المعبر الوحيد حاليا اللي يتمر من خلاله الشاحنات والمواد الإنسانية إلى أهالي غزة. هذا المعبر تقييد واستهدافات من قبل الكيان الصهيوني لهذا المعبر، بالتالي شنو الحل لمساعدة هذه الملايين، أكثر من 2 مليون مواطن فلسطيني منقطع عنا كل شيء تقريبا؟ طبعا يستمر العدو سيد الكريم في اطباق الحصار على قطاع غزه. طبعا انا اتفق تماما مع ضيف الكريم، الهدف هو تطبيق صفقه القرن بفرض الامر الواقع. يعني اليوم كان في البدايه هناك عرض امريكي اسرائيلي لمصر من اجل استقبال هؤلاء الفلسطينيين في سيناء، وكلنا نعرف صفقه القرن هي بناء 10 مخيمات مع محطة توليد طاقة كهربائية ومحطة تحلية للمياه البحر، وبعد ذلك يتم القضاء على المقاومة. اليوم عندما وجه هذا المشروع برفض عربي ومصري بشكل عام، يريد الكيان الصهيوني فرض الموضوع بأمر الواقع من خلال القيام تهجير أهالي غزة باتجاه معبر رفح أو باتجاه الجنوب من خلال العمليات العسكرية، وبعدها مباشرة وضع المصريين أمام الواقع. لذلك اليوم على كل المجتمع الدولي
أن يضغط بكل قوته على هذا الكيان. ولكن اليوم حتى الآن بصراحة يعني عندما نقول مجتمع دولي اليوم يعني أنا كمواطن سوري وقد عانينا ما عانيناه نحن في سوريا من المجتمع الدولي لأننا نقف مع قضيتنا الأساسية والمركزية هي القضية الفلسطينية. أنا بصراحة لا أؤمن بهذا المجتمع الدولي. اليوم القضية الفلسطينية أو معركة 7 أكتوبر قد قسمت العالم، ناس مع الإنسانية ومع حقوق الإنسان وناس ضد الإنسانية. حتى في قرارات الأمم المتحدة كل من صوت ضد القرار، ضد قرار وقف إطلاق النار بكل تأكيد طبعا المشروع الذي قدم من قبل العرب قرارات بما أنه ذكرت العرب، قرارات الحكومات العربية اليوم صاحبة القرار تشوفها بمستوى الحدث، بمستوى جرائم الكيان اتجاه الفلسطينيين. لذلك اليوم سيدي الكريم هو واجب على كل عربي وخاصة من الجانب المصري أن نقوم بالضغط وبشكل مباشر لفرض الأمر الواقع على الكيان الصهيوني وإدخال المساعدات رغما عنه. يعني اليوم أمام الكاميرات إذا قاموا باستهداف المساعدات مرة ومرتين وثلاثة، اليوم هذا الكيان الصهيوني يخسر شعبيته يوما بعد يوم في داخل المجتمع الأوروبي والأمريكي نتيجة الجرائم التي يقوم بها. واليوم السوشيال ميديا هي مفتوحة وكل العالم يرى كل شيء أمام الكاميرات. يعني خلينا ندخل أول قافلة مساعدات بدون استئذان، ماذا سوف يقوم بقصفها؟ ندخل الثانية والثالثة، هل سوف يستمر في قصفها؟ بكل تأكيد كل شرفاء العالم سوف يقفون في وجهه. أنا برأيي هذا هو الحل الوحيد. لكن اليوم أنا لقطة صياعة، يعني حتى إذا كان هذا الموضوع صعب أنا لا أعتقد أن هذه الحرب سوف تستمر طويلا. هذا العدوان، السبب في ذلك أن العدو الكيان الصهيوني لديه مقتلان. المقتل الأول هو الخسائر البشرية، هو لا يستطيع تحمل خسائر بشرية وهو يتكبدها يوميا، وخاصة في يوم البارحة يوم 29 الذي أنا أعتبره لا يقل أهمية عن يوم 7 أكتوبر وسوف نفصل فيه لاحقا. والموضوع الآخر هو الاستنزاف الاقتصادي. اليوم كلفة المعركة على الكيان الصهيوني يوميا 242 مليون دولار. إلى متى سوف تبقى أوروبا تدفع لهذا الكيان ومن خلفها أمريكا؟ لذلك أنا أعتقد أنه بعد كلمة السيد التي أشيع أنها سوف تكون السيد حسن نصر الله يوم الجمعة سوف تختلف الموازين وسوف نذهب إلى مفاوضات. سؤالي الأستاذ أثير بهذا الخصوص، إذا ما استمرت المعركة راح تتسع رقعة هذه المعركة؟ يعني إحنا نشوف حاليا حزب الله في الجنوب اللبناني مستمرين بمشاغلة الكيان وضرب مواقع مهمة وتقديم حتى الشهداء بهذا الحرب. إذا ما استمرت المقاومة الفلسطينية اليوم محتاجة على دعم أكثر على أرض الواقع وتوسيع رقعة المعركة؟ اليوم العدو يخشى توسيع أرض المعركة، يعني إذا نتحدث بصراحة أنا باعتقادي سوف تستمر 45 يوم. يعني هذه المعركة لن تستمر أكثر من 45 يوم للكثير من الغاية. ليش بالتحديد 45 يوم؟ يعني اليوم بالتأكيد يعني شوف اليوم كيان الصهيوني لن يصمد، يعني عندما نحسبها مثلا تبقى شهر ونصف، لكن هذا الأمر عندما يكون هناك تدخلات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لدعم الكيان الصهيوني، أيضا فصائل المقاومة في المنطقة سوف لن تهدأ، خصوصا إذا ما شعرت أنها ستكون الهدف المقبل بعد صراحة بعد غزة وبعد شمال غزة. لذلك هو هاي الأيديولوجية. هو أكو دعوات للتهدئة، بالتالي هي التهدئة اليوم بصالح الكيان أم بصالح المقاومة الفلسطينية؟ لا اسمح لي، اليوم أنا قلت لك هم دي يسحبون المنطقة للقبول بالمشروع القادم، إذا وهو ما يسمى بمشروع صفقة القرن في السابق، مشروع الشام الجديد واللي هو نفسه مشروع حل الدولتين. هذه طبعا هناك تغيير ديموغرافي وتغيير جغرافي بكل تأكيد الكل يعلمها، وأنا دائما من خلال اللقاءات أوضح بأنه نتنياهو لم يرفع خارطة الشرق الأوسط الجديد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وقال أننا متفقون ونتباحث مع السعودية بهذا الشأن من فراغ بالتأكيد، ولا القوات الأمريكية التي متواجدة قبيل أشهر على المثلث الأردني السوري العراقي الذين قالوا أنها يعني تبادل قوات، صدقنها لم تأتي من فراغ، هذه موجودة لحماية المشروع القادم. لذلك عندما نتحدث عن يعني وجود 50 سفينة وبارجة في البحر الأحمر والبحر المتوسط من 11 دولة، إذا نحن نخوض حرب عالمية. إذا هذا مشروع، هو هذا المشروع ليس بالهين، هذا مدروس يا أخي. هم يعلمون الأسلحة الموجودة داخل الخليج، طبعا دول الخليج أقصد كدول عربية، يعلمون مصر ماذا لديها من سلاح، العراق ماذا لديه من سلاح، فصائل المقاومة ماذا لديها من سلاح. بالتالي أمريكا وحلفاء الكيان الصهيوني جاهزة لمثل هذه الحرب؟ يعني هنا نعرف الوضع الاقتصادي
بأميركا والمشاكل السياسية والانتخابات وغيرها جاهزة لمثل هذه الحرب؟ لا لا لا، ما أنا قلت لك الكيان الصهيوني لولا الدعم، لولا دعم حاليا داعش دولة، داعش دولة مع الكيان الصهيوني صدقني ما راح يصمد. يعني ثلاث أيام أربع أيام نقول 7 أكتوبر 8 للعشرة ما يصمد صدقني، لأنه انتهى عمليا يعني. لذلك عندما يدعم الآن داعش دولة تدعم الكيان الصهيوني، وربما هناك الكثير من الدول بالتأكيد يعني أنا أقول لك 45 يوم، وأيضا سوف يسحبون نحو طاولة الحوار، وربما بعض الدول ترضخ بما يسمى بصفقة القرن أو حل الدولتين، اللي طبعا مو مشروع جديد، مشروع قديم بالتأكيد كان يرفضه الكيان الصهيوني، لكن اليوم أتت الحاجة لأن يكون هناك يعني توزيع جديد، توزيع جغرافي وديموغرافي في المنطقة، أو وعد بالفور جديد. يعني هذا المشروع يا أخي مدروس، وهم لم يأتوا إلى المنطقة من أجل العودة خائبين، نتحدث بصراحة. لذلك هنا سيأتي دور المقاومة، المقاومة الإسلامية في المنطقة، عندما تعلم بأن هذا المشروع سوف يؤثر على يعني على المنطقة بصورة عامة، سوف تتدخل بالتأكيد وستتدخل بقوة. نتحدث عن اليمن، عن العراق، عن سوريا، عن حتى في ليش نصور إرادة هذه الدول أمريكا والكيان ومن يدعمها داعش دولة مثل ما ذكرت، وإرادتها بهذا المخطط أكثر من وأكبر من إرادة المقاومة بكسر هذا المخطط؟ لا أنا ما اليوم على أرض الواقع دا نشوف انتصارات المقاومة الفلسطينية. لحد الآن دور الحقيقي للمقاومة لم يأتي، ما أنا قلت لك يا عزيزي، لحد الآن أوراق المقاومة لم تكشف صدقني. لحد الآن عندما نتحدث عن جبهة شمال إسرائيل، لحد هذه اللحظة لم يرى الكيان الصهيوني القوة الحقيقية. وأنت توصف لي الموضوع بأنه يجري وفق مخطط. لا ما يخالف، هذا المخطط معناها أنهم رايحين بتحقيق مشروعهم، عملية السلام. شوف لي اليوم أنت إذا نتحدث عن حماس، هسه الناس دي يقولون نحن مع التهدئة، نعم، مع السلام، نقبل بالمشروع العربي. الكيان الصهيوني ما قبل المشروع العربي، تمام اليوم، لكن إذا نحن طلاب سلام وليس طلاب حرب. لكن عندما نتحدث عن يعني شوف الأطفال والنساء وهذا القصف العشوائي، هم لديهم الغلبة بصراحة بالقصف بالطائرات، ولتعترف الولايات المتحدة الأمريكية أن B-52 شاركت بهذه الحرب، ووجود قوات الدلتا أيضا في هذه الحرب، وهم يقولون لن تشارك قوات الدلتا، شاركوا في الهجوم البري المرحلي. طيب، وهناك قتلى لدى، نعم، هذه المؤشرات أستاذ مهند تودينا لهذا الخيار، أنه خيار أنه تستمر هذه الحرب ممكن أشهر، لو نروح للخيار 45 يوم، أو ممكن خلال هذه المدة 45 يوم إلى شهرين ممكن تنتهي الحرب، وين تشوف الأمور رايحة؟ أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي لم تسمح بإطالة أمد هذه الحرب. أولا بايدن يريد استثمار المؤسسة الصهيونية أو اللوب الصهيوني الذي يدير المؤسسات الأمريكية، والتي هي تقوم بتعيين الرئيس الأمريكي من أجل الانتخابات المقبلة، وقد فعل ذلك، نعم، وأظهر نفسه على أنه صهيوني متميز، وذهب إلى الكيان الصهيوني وفعل ما فعله، وكلنا رأينا ذلك، وأرسل الأسلحة والذخائر والبوارد، نعم. ولكن هذا أنا أعتقد أنه من قصة عرضية، لأنه إذا ما تابعنا التصريحات، يعني لا وزير الدفاع الأمريكي ولا حتى وزير الخارجية ولا الرئيس الأمريكي كانوا يتحدثون عن توسيع الحرب، حتى عندما استهدفوا سوريا أو الفصائل المقاومة في الميادين، والبارحة في درعا قالوا أنها ضمن قواعد الاشتباك القديمة مع المقاومة وليس لها علاقة بالقتال في غزة، إذن هم لا يريدون توسيع الحرب، هو الأمريكي يستثمر في هذه الحرب أيضا. هذا من جانب. من جانب آخر، اليوم الأمريكي أمام خيارات ضيقة، إما أن يوسع هذه الحرب وهذا فيه تهديد لوجود الكيان، اليوم إذا ما فتحت كل هذه الجبهات المقاومة ضد الكيان، هذا الكيان لن يصمد السفير بكل تأكيد، حتى ولو أمريكا تدعمه. يعني أمريكا شو بدها تعمل؟ هل تذهب إلى حرب على المستوى الإقليمي أو حتى على المستوى العالمي؟ وخاصة أن روسيا اليوم لديها موقف متقدم هي والصين في دعم القضية الفلسطينية من خلال الفيتو وغيره. هذا من جانب. والخيار الآخر والذي أنا أرجحه هو التضحية بنتنياهو وحكومته، والقيام بحكومة أخرى قابلة للتفاوض مع الأخوة الفلسطينيين، وبالتالي هذا يعني نجاح لكامل لكل الأهداف التي حددتها المقاومة منذ بدء العملية. ما هو شنو الضامن أستاذ مهند؟ هو شنو الضامن لهذه المفاوضات حتى وإن تغيرت الحكومات؟ ما هي السياسة وآليات التعامل نفسها؟ يعني بالخمسينات والسبعينات وحتى التسعينات وهي اتفاقات، ومثل ما قلنا ما يلتزم الكيان بهذه الاتفاقات. أنا أتذكر حضرتك على هذا السؤال، لأن هذا الاتفاق لن يكون طويل الأمد،
هو اتفاق لمرة واحدة عملية تبادل أسرى، وهذا هدف المقاومة، تبييض السجون وإرسال رسالة بالنار للعدو بأنه لا يمكن المساس بمقدسات المسلمين والمسيحيين والسقوط عن ذلك الموضوع. الهدف الثاني قد تحقق، بقي الهدف الأول، ولذلك تدخل اليوم وساطات روسية ووساطات عربية على هذا الخط. الجانب الروسي أكو حاليا وساطات قطرية نسمع عنها، أكو تحركات تمام. الوساطة الروسية يرفضها الجانب الإسرائيلي، الجانب الأمريكي يريد أن تكون الوساطة سعودية قطرية، وهذا ما يرفضه الأخوة الفلسطينيين، لأنه حتى الآن وقبل أن نخرج في هذا اللقاء منذ لحظات أعلن الجهاد الإسرائيلي أن كل ما يعني المفاوضات هي اليوم العدو يستثمرها فقط في كسب الوقت لتحقيق أي تقدم عسكري على الأرض. جيد. إذا ما كانت هناك مفاوضات جادة بالتأكيد هذا يعني مصدر للمقاومة، وطبعا ايقاف لوقت اطلاق النار وتحقيق كل الاهداف السياسيه والاستراتيجيه من هذه الأحيان. نعم، من معركه طوفان الاقصى. خليني انتقل للدكتوره سهام محمد، الباحثه المتخصصه في الشؤون الدوليه، تنضم لنا عبر الهاتف من بيروت. نرحب بك دكتوره سهام. تحياتي لكم، شكرا على استضافتكم الكريمه. يا مرحبا. 24 يوم مثل ما ذكرنا على طوفان الاقصى، والكيان مستمر بجرائم اتجاه المواطنين المدنيين الفلسطينيين، ونسمع حاليا واحنا بمحور تغطيتنا دور الوساطات الدولية بهذه المعركة، السيناريوهات المتوقعة وفق رؤيتكم ونظرتكم لهذا الواقع اللي نعيشه اليوم. طبعا الى حد الان يبدو ان افق الهدنة او افق وقف اطلاق النار لا يزال معقد، خاصة اننا لم نسمع الى حد الان قرارا واضحا لا داخل مجلس الامن ولا من الدول الاوروبيه وخاصه فرنسا والمانيا ولا حتى الولايات المتحده الامريكيه موقفا واضحا يؤيد فكره وقف اطلاق النار. طبعا هذا دليل على ان لا يزال هناك تغطيه على جرائم العدو الاسرائيلي، لا يزال هناك محاوله تقطيع الوقت لاعطاء هذا الكيان فرصه ربما يستطيع ان يحقق شيء على الارض، خاصه بعد اعلان ما يسمى بالمناورات البريه الخاطفه، طبعا وفقا للترتيب الامريكي الذي خصص لهذه المناورات حتى لا يتورط الاسرائيلي في حرب مستدامه، حرب طويله الامد قد تكون تداعياتها خطيره ليس فقط على الكيان ولكن حتى على المصالح الامريكيه في المنطقه. يبدو ان ملف الوساطه ايضا هو متاثر بهذه التعقيدات. الاسرائيلي ما يزال يعني يعقد الامور ويضع شروط في هذا الملف، بالرغم من ان المقاومه الفلسطينيه بالمقابل متعاونه جدا في مساله الوساطه. في اعتقادي ان المساله ستاخذ بعض الوقت، ولكن اعتقد ان الاسرائيلي في النهايه سيضطر يعني للتنازل عن بعض النقاط، خاصه لذلك اسال، هل انه الاسرائيلي والكيان الصهيوني بموضوع قوه بهذه المفاوضات الموجهه الى حكومه نتنياهو والى اهاليهم يعني في داخل الكيان؟ نعم، اسال هل انه الكيان الصهيوني والمفاوض الاسرائيلي بموضوع قوه بهذه المفاوضات ان عقدت؟ هو يتظاهر بذلك، ولكن هو عمليا ليس في موضع قوة، بل بالعكس يعني اليوم نرى المظاهرات داخل الكيان، هناك مظاهرات يعني سمعنا حتى بيانات من اهالي الاسرى تتهم نتنياهو شخصيا وتحمل نتنياهو شخصيا مسؤوليه سلامه ابنائهم الاسرى عند المقاومه، وهناك ضغط كبير الان حتى داخل الامريكي داخل الكونغرس في اعتقادي ان هذه الخلافات اذا امتدت وهذا هذه التحصيلات اذا امتدت كل الاطراف لن تستطيع ان يعني ان تجد حلا سريعا، ولذلك نرى الامريكي يدفع باتجاه الوساطه الى اخر المدى، وبدانا نسمع من بعض الاوساط الامريكيه الحديث عن ضروره ان تتم الوساطه وان تتساهل كل الامور في اطلاق الاسرى حتى يفتح معبر رفح لإدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني. يعني الأمريكي يريد أن يترك الإسرائيلي المزال لكي ينفذ ما يريد على الأرض، وبالمقابل يناور سياسيا بمسألة الوساطة وبمسألة إدخال المساعدات التي يحتاج
قطاع غزة وأهل غزة. في اعتقادي أن المسألة لا تزال معقدة، ولكن الإسرائيلي فاشل في كل هذه المرحلة للأسف الشديد. يريد أن يستغل هذا الملف، يريد أن يملي شروطه هو في هذا الملف، ولكن لا يملك أي إمكانية للضغط على المقاومة لتغيير مسار الشروط التي أو الالتزامات. نعم، مثل ما ذكرت أن الكيان منذ وضع قوة اليوم حتى يملي هذه الشروط. بعض الأسرى الموجهة إلى الحكومة والموجهة إلى نتنياهو والموجهة إلى أهاليهم أيضا، أعتقد أن هذه ستزيد من الضغط الداخلي على نتنياهو وعلى هذا واضح اليوم الموضوع من خلال حتى الهجرة العكسية للمستوطنين الصهاينة وعودتهم إلى بلدانهم الأصلية مثل ما ذكرنا في بداية التغطية. شكر جزيل للدكتورة سهام محمد الباحثة المتخصصة في الشؤون الدولية. أرجع لك أستاذ أثير، هذا الواقع اليوم بالنسبة لموضوع الأسرى، موضوع مهم انطرح من خلال الحوار مع دكتورة سهام. عدد الأسرى الفلسطينيين بعض الأرقام تأكد أنه يجاوزون 5000 أو 6000 أسير، 6000 في معتقلات وسجون الكيان الصهيوني، وبعضهم من أكثر من 20 سنة مقابل قيادات من الكيان الصهيوني في جيش الكيان الصهيوني عند المقاومة الفلسطينية. أهمية ورقة الأسرى اليوم بالمفاوضات أن تحققت مع الكيان. دعني أولا أركز على أمر مهم جدا، ثم تفضلت أنه الكيان الصهيوني هل هو قوي يعني عسكريا استخباريا دقة الاستهداف. أنا أقول لك أنه قرابة 50 أسير لدى حماس تم قتلهم بواسطة الطائرات الإسرائيلية، هم لا يعلمون المخابئ الحقيقية المتواجدين يعني أو وجود الأسرى الموجودين. حاليا يوجد تقريبا 230 أسير لدى حماس، وطبعا قبالة العدد اللي قلنا أكثر من 6000 داخل السجون تل أبيب. اليوم قطر، موقف قطر أو لتحسم هذا الأمر، قطر طبعا وصلت إلى مرحلة متقدمة جدا من التفاوض بين حكومة نتنياهو وبين حماس لعملية تبادل الأسرى، رغم يعني هناك تعتيم إعلامي لعدم إعلان هذه المفاوضات. أنا أقول لك أنه اليوم يعني حماس يعني تقبل أن تطلق سراح 230، لكن بشروط. يعني عندما نتحدث عن موقف القوة وموقف الضعف، لكن قبالة هذا الأمر والكيان الصهيوني يتظاهر بعدم أهمية الموجودين، رغم أنه هناك يعني ضباط كبار، هناك مسؤولين كبار، المسؤول العسكري لغزة موجود ضمن الأسرى. شرط المقاومة الفلسطينية هو تبييض السجون الإسرائيلية. نعم يقبلون المعلومات التي لدينا. المعلومات التي لدينا هناك قبول مبدئي، وايضا ابلغوا قطر بهذا الموقف بصراحه. يعني هناك تصريحات من قبل بعض المسؤولين القطريين بانه الكيان الصهيوني او بعض افراد حكومه نتنياهو ابلغوهم بانهم يقبلون. لكن شوفوا اليوم الضعف اللي يمر به الكيان الصهيوني، وهم يتظاهرون بالقوه بصراحه. ولولا ونكرر ونعيد، لولا دعم الولايات المتحده الامريكيه لهذا الكيان لما كان الان يوجد يعني او نقول اسرائيل او ما نسميها دوله، الكيان الصهيوني الغاصب في هذه المنطقه، وهي غده سرطانيه طبعا كادت ان يعني ان تستأصل لولا دعم الداعش دوله بما فيها الولايات المتحده الامريكيه. ما نعيش اليوم هو قرب نهايه هذه الغده بناء على المعطيات الموجوده. شوفوا اليوم ما نقدر بصراحه نفق الاستراتيجيه العسكريه اليوم التواجد العسكري الموجود في المنطقة، لا يمكن أن نقول بأن الغلبة لصالح يعني جهة معينة، إنما التفاوض هو كل ما سيحصل، وستكون هناك تنازلات من أجل أن يعني أن لا تحقن أرواح، أن لا يعني تذهب أرواح سدى، أو لا يقتل بعض الأرواح في بعض البلدان. إذا توسعت دائرة الحرب بالتأكيد سوف تكون هناك حربا إقليمية، خصوصا عندما نتحدث عن جمهورية إيران الإسلامية وتركيا. اليوم تركيا موقفها واضح جدا من يعني تجاه الكيان الصهيوني، والشعب التركي ايضا له موقف مشرف اليوم. يعني نتحدث ايضا عن بعض الحكومات العربية التي اكتفت بالتنديد والاستنكار. اذا نحن في حالة ترقب. عكس موقف الشعوب استاذ مهند، اليوم حتى الشعوب في امريكا وبريطانيا وفي الدول الغربية وحتى المانيا اللي خلت العلم الكيان الصهيوني بابرز
مواقعها الأثرية وأبرز معالمها في برلين وغيرها. اليوم الشعب الألماني طالع مظاهرات ويناصر القضية الفلسطينية. هذا الضغط من قبل الشعوب على الحكومات المناصرة للكيان الصهيوني راح يغير موقف هذا الكيان ويغير موقف هذه الحكومات باتجاه دعم الكيان الصهيوني؟ طبعا هو يشكل عامل ضغط، لأنه في البداية والنهاية وخاصة في المجتمعات الأوروبية هذه هي يعني بيئة انتخابات، واليوم هم يستثمرون في بيئة الانتخابات، وبالتالي اليوم الحكام الأجانب بشكل عام سواء في أوروبا وحتى الولايات المتحدة الأمريكية ضمن خيارات ضيقة ضمن الوقوف مع إرادة هذه الشعوب التي ترى كل شيء على السوشيال ميديا وترى قتل الأطفال واستهداف المستشفيات واستهداف طبعا المباني السكنية وهدمها فوق رؤوس سكانها من جانب، وبين الضغط الصهيوني أو اللوبيات الصهيونية الموجودة في أنظمة داخل أنظمة حكم هذه المؤسسات، لذلك هذا يشكل هذه الدول، لذلك هذا يشكل عامل من عوامل الضغط التي تؤثر على هذه الحكومات وتدفعها إلى إنهاء هذه الحرب بأي طريقة بدون الاكتراث إلى رغبات الكيان الصهيوني. وطبعا أي أنا أؤكد أن أي وقت لإطلاق النار هو انتصار للمقاومة، لأن إنجازها قد حققته في الساعات الستة الأولى. وبالتالي اليوم لذلك نتنياهو يعلم تماما أن إطالة أمد الحرب هو فترة بقاء له فقط في الحكم، أي وقت إطلاق نار يعني نهاية سياسية له. وهناك خلاف أيضا في داخل المسمى دائرة الاحتلال بين العسكريين الذين يرفضون دخول قطاع غزة أو يحذرون من المخاطر الاجتياح بشكل كامل، وهذا قد يكبدهم خسائر فادحة، وهذا ما حذرهم الأمريكان، وبين السياسيين الذين يريدون أي إنجاز، أي إنجاز للعودة لعوائل الأسرى الإسرائيليين أو حتى للداخل الإسرائيلي أو إرضاء لليمين المتطرف الإسرائيلي. لذلك واضح اليوم حتى بعض الفيديوهات تداول مواقع التواصل ونشوفها أنه الجيش الكيان الصهيوني متردد ومتخوف من هذه المعركة، وبدأ يعني يظهر بشكل واضح ويقول أنه إحنا ما معنيين بها، وهذه الحرب أنهكتنا وأذتنا وعندنا معتقلين اليوم، فيطالبون حكومة الكيان بالتقليل من هذه الحرب وإنهائها بشكل سريع. بالجانب الآخر أستاذ أثير، نشوف الكيان يهدد بورقة الغزو البري وأنه راح يكون هناك تحرك بري بالأيام القادمة، تشوف هذا الأمر ممكن بناء على المعطيات الموجودة حالياً؟ بصراحة هم يعلمون الأنفاق الموجودة، يعني المقاومة عندما نتحدث عن حماس ليست هينة بالنسبة للكيان الصهيوني، هم يعلمون جيدا أنه إذا كان هناك تقدم يعني مستمر اليوم الهجوم البري هو مرحلي، لذلك هم يعلمون أنه هناك يعني لا يمكن أن يعني أن يواجهون فصائل المقاومة مان تو مان، لذلك هم يعني ربما يعني سلاح الجو هم يعني يغامرون بهذا الأمر، واستهداف بعض المباني أو أكثر المباني في شمال غزة دمرت تقريبا، هم يريدون فقط شمال غزة، سياسة الأرض المحروقة وإنهاء الحرب. هم لديهم سيناريو، هذا السيناريو سوف يستمر كما نتوقع، يعني قلت لك 45 يوم تقريبا أو أقل، لن يستمر أكثر من 45 يوم، وأيضا هم ربما يميلون بالتالي إلى المفاوضات وإلى إنجاح مبادرة قطر وغير قطر. اليوم يعني عندما نتحدث عن تكافؤ القوة، يعني أنا أقول بصراحة أنه إذا كان هناك علبر كقوة قتالية فالغلبة ستكون بالتأكيد لفصائل المقاومة، لكن هم يراهنون على قوة سلاح الجو، بالتأكيد سوف تكون يعني لا نقول الغلبة للكيان الصهيوني، لكن قوة السلاح اليوم بالتأكيد تؤثر، لكن لن تؤثر على معنويات فصائل المقاومة التي يعني ما عبد الهجوم البري المرحلي تكبد الكيان الصهيوني العديد يعني الكثير من الخسائر، وهم طبعا يخشون التقدم الهجوم البحري أكثر. جربوه البارحة، جربوا الهجوم البحري، نعم الضفادع البشرية نعم فشلت، الضفادع البشرية رغم الإمكانيات المحدودة فهم يحققون نصر متتالي. هم يخشون يا أستاذ عباس صدقني، هم يخشون الهجوم البري، يخشون الصدام يعني على الأرض، لذلك هم يراهنون على قصف بالطائرات، الصاروخ، الصواريخ من خلال تواجد البارجات في بعض الأماكن، أيضا هناك بعض البارجات تطلق الصواريخ من البحر الأحمر والبحر المتوسط باتجاه غزة. يعني أنا قلت لك يعني دعم داعش دولة لهذا الكيان هو ما يجعل
من هذا الكيان موجود إلى هذه اللحظة، وإلا عمليا مثل ما فضلتم في بادئ اللقاء يعني ملايين اليوم ملايين من المستوطنين رحلوا إلى بلدانهم الأصلية. إذن هي الخسارة الحقيقية التي مني بها الكيان الصهيوني، وحقق الفصائل المقاومة النصر الحقيقي، خسارة التأييد الشعبي وضرب صورة الكيان اللي يرسمها ويصورها دائما حتى القوة. نعم. عن الغرب، حتى القوى العسكرية بالتأكيد أنه دائما ما يصنفون جيش الكيان الصهيوني برابع أقوى جيوش العالم، واليوم شفنا هذا الجيش وشفنا واقعة. أستاذ مهند، موضوع الهجرة والهجرة العكسية جزئية مهمة أشار لها أستاذ أثير، هذه الهجرة راح تستمر بناء على هذا الوضع؟ يعني إحنا أكيد أكو الفيديوهات واللي يصير بداخل الكيان، مو الكل اليوم نقدر نشوفه باعتبار سياسات مواقع التواصل وأنظمة الإنترنت محجبة هذه المواضيع، عكس لما تنشر شيء عن القضية الفلسطينية، فبالتالي ما نشوف كل شيء موجود بداخل الكيان. طبعا اليوم سيد الكريم كانت هناك دراسة طبعا ليهودي روسي كان يتحدث عن المليون السابع. المليون السابع هو أن الكيان الصهيوني اليوم بين مستوطنين وجيش وكل شيء هو 6 مليون نسمة، والفلسطينيون في الداخل الفلسطيني هم 4 مليون، أي أنه حسب نسبة الوفيات والولادات سوف يتفوق العرب على اليهود أو الصهاينة في تعداد السكان. لذلك هم يبحثون عن وسائل لاستجلاب مليون سابع موجود في الولايات المتحدة الأمريكية. هكذا كانت الدراسة وكانت تتحدث عن عام 2022. لذلك اليوم سيد الكريم ما حدث لن يتخلص منه الكيان الصهيوني ولو انتهت المعركة اليوم، وسوف تمتد آثاره إلى سنوات للأمام. السبب في ذلك هو حالة الأمان التي كان يحاول نشرها حكومة الاحتلال تحاول نشرها للمستوطنين، وأنها أرض الميعاد وأنها أرض السلام وما إلى هنالك، ونحن أقوياء وقادرين على مواجهة كل الأعداء حسب تعبيرهم طبعا. اليوم كسرت هذه المعادلة تماما بيوم 7 أكتوبر، وبالتالي سيد الكريم نرى أنه 5000 يهودي أو صهيوني من يحملون الجنسية الألمانية قد غادروا فعلا منذ اليوم الأول، قد غادروا فعلا ووصلوا إلى ألمانيا. البارحة في دول روسيا كانت هناك بعض اليهود من دول روسيا أو الدول السوفيتية القديمة قد وصلوا إلى هناك، وهم يفرون فعلا، ولا تستطيع حكومة الاحتلال مهما أقامت من عراقيل أن تمنعهم. لذلك اليوم هذا الكيان هو يتفكك من الداخل، وكل يوم يزيد أو يمر على هذا الكيان دون تحقيق أي إنجاز ميداني على الأرض يعني هذا أنها هزيمة له، وخاصة البارحة سيد الكريم. يعني اليوم أنا اسمح لي أنه بعجالة على يوم البارحة هو كان اليوم 23 للعملية، وقصف همجي وممنهج وسجادي للعدو على المدنيين في غزة، وكان العدو يتحدث قتل قياديين وتدمير أنفاقهم إلى هنالك. لنتفاجأ البارحة أن فصائل من المقاومة قد قامت بالالتفاف حول قوات العدو والوصول إلى معبر إيريس، وهي نقطة تجميع للقوات الإسرائيلية. هذه لما جرب الكيان مرحلة الغزو البري صار هذا الموضوع. 6 محاولات فاشلة حتى البارحة، 6 محاولات فاشلة للغزو البري من مختلف المحاور. البارحة قاموا باستهداف الخطوط الخلفية للعدو وتدمير 12 إلى 13 دبابة وقتل العديد. إذن المقاومة تملك ما زالت القوة والسيطرة والمناورة في الميدان. هذا يعني أن كل أهداف العدو التي كان يريد تحقيقها من هذا القصف طبعاً الميداني على الأرض لم طبعاً بهالأثناء أستاذ مهند، مثل ما ذكرنا موضوع الأسرى وأشرنا إلى خطاب طبعاً مترجم موجه من أسيرات صهيونيات إلى نتنياهو، وجهوه إلى رئيس حكومة الكيان الصهيوني، نص وخطاب هو مقطع فيديو حاليا يعني متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، نص انه يقول نحن نعلم انه كان من المفترض ان يكون لديك وقف اطلاق نار. هذا الخطاب موجه الى نتنياهو من اسيرات موجودات عند المقاومة الفلسطينية، فوجهوا هذا الخطاب، وكان من المفترض ان تحررنا جميعا وقد ولم تلتزم سياسيا. امنك وجماعتك شبه العسكرية بسبب الفشل الذي صنعته في الميدان على الطريق في 7 أكتوبر. لم يكن كذلك ولم يأتي أحد ولم يسمع بنا أحد، ونحن المواطنين الأبرياء الذين يدفعون الضرائب للدولة في مأزق مزعج. أنت تقتلنا جميعا، هل تريد نصيحة لقتلنا جميعا؟
فبالتالي أستاذ أثير هذا اليوم خطاب الأسرى، وبالتأكيد هذا الخطاب ينعكس على خطاب الشعب الإسرائيلي والمواطنين المستوطنين الموجودين بالكيان الصهيوني. بالتالي شنو اللي نتوقعه خلال الأيام القادمة من هذه المعركة؟ دعني أولا أذكر هناك أسيرتين يعني من النساء تم إطلاق سراحهم كمبادرة إنسانية من قبل حماس، وطبعا رفض الجانب الإسرائيلي رفض تسلمهم لكن أطلق سراحهم يعني. وحتى هذا الخطاب أستاذ أثير من أسيرات طلبا أن يوجهن خطاب لنتنياهو، وبناء على هذا مواقع إعلام الكيان الصهيوني أكدت أن نتنياهو راح يصدر بيان بعد هذا الخطاب الموجه من الأسيرات. نعم يعني شوف اليوم حتى عندما تنقل رسالة من قبل الأسيرات بأنه هم يعني لم يكن يحتجزنا في أماكن وجود رجال، إنما هناك يعني مقاتلات مجاهدات وكانوا يعني عاملنا كأسيرات حرب خلال الاحتجاز، لذلك هذا بالتأكيد يعني سوف يلقي بظلاله على مجريات ما يحصل حاليا، وهذا طبعا أوراق ضغط وليس ورقة واحدة ضد حكومة نتنياهو. يعني عندما كان هناك مشكلة مع القضاء هو نتنياهو وكانت هناك تظاهرات بدع فعلا النظام نتنياهو يتآكل من الداخل، واليوم بالتأكيد يعني نتنياهو بات شخصية غير محببة لدى الشعب، لدى شعب الكيان الصهيوني والإسرائيل. لذلك هو يحاول دائما يتوجه إلى الجانب الغربي والجانب الأمريكي للحصول على الدعم الخارجي. أنا أشكرك الأستاذ أثير الشرع القيادي في حركة بداية لتواجدك في هذه التغطية، وكذلك الشكر موصول للأستاذ مهند الحاج علي الكاتب والباحث في الشأن السياسي من سوريا، وشكر أيضا للدكتورة سيهام محمد الباحثة والمتخصصة في الشؤون الدولية انضمت لنا عبر الهاتف من بيروت. الشكر لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، بالتأكيد مستمرين في هذه التغطيات ومواكبة الانتصارات المتحققة من المقاومة الفلسطينية على الكيان الصهيوني. في أمان الله.